انت انتهيتي من هابي بيرثدي، احكي لنا اكتر عن هالعمل. بص مش هعرف احكي اكتر لان يعني بحكي في حدود المسموح، بس هو فكرة سارة جوهر هي اول مرة تخرج، وانا بتحمس للناس اللي بتخرج اول مرة لان بحس فيهم شغف وفيهم حاجة مختلفة خالص عن المخرج اللي مش اول مرة ونجح قبل كده. بيبقى الفكرة بالنسبة له الفيلم البيبي بتاعه، فبيقعد وانا شفت كمان في التصوير هي بتشتغل ازاي مع كل ممثل، في معانا اطفال قد ايه بتبقى حساسة قوي، بتقف ورا الكاميرا، ملاحظات دقيقة، بتحب الممثل وده مهم قوي طبعا. احيانا المخرج بيبقى بيختار الكادر، وفي مخرجين بيختاروا الاداء التمثيلي، الاداء المظبوط، الاحساس صحيح. فهي سهره من المخرجين اللي بتختار الاحساس.